عبارة عن بنك معلومات يخول النوادي المشتركة فيه الاطلاع على التنقلات اللعيبة على طول العالم. وأعطتنا فكرة كذلك في المداخلات اللي صارت أنه هناك ممكن نحلم بما الأندية الكبار في العالم، وممكن يكون عندنا مداخيل كبيرة، وممكن من المداخيل هذه تكون عندنا فرص لدعم الرياضة في تونس بصفة عامة. حاجة مهمة برشا نطوروا بها، احنا نطوروا بها كورتنا خاصة في تونس، وهو يقول نطوروا كورتنا كورة البطولات العربية كل وافريقيا، احنا مهمة برشا نطوروا واحنا نطوروا كورة تونس ان شاء الله ديما من حسن الى احسن. راديو يفهم على الدورة دي ولا على الاجتماع دي شيء ممتاز، ممكن معناه يكون معناه في دورة تكميلية في الكيفية دي. أما ممكن احنا كتوانسة ولا كتوانسة الحمد لله كلنا كإعلاميين ولا كلاعبين ولا رؤساء نوادي وكل أنا عندنا من ذكاء وعندنا من دراية ما يكفينا معناه باش نكونوا أسياء في العرب في المجالات الكل. تسمح معناتها الملاعبين المواهب في افريقيا كله في تونس ومعناتها باش واللي عندهم فرصه للتنقل باش يلعبوا في البطولات الاوروبيه ولا حتى في امريكا. ما عادش احنا مثلا عمرنا ما شفنا ملاعب تونسي يكور في فلامينغو ولا في برازيل او ارجنتين حتى شيء. البلاتفورم هذه باش تعرف المواهب الافريقيه كل باش تخرجهم من برا، وكيف كيف باش تجيب الملاعبيه باين من برا باسعار نجم السوق التونسيه قادر عليهم، الكيبات التونسيه قادر عليهم، كل ملاعبيه يكون في الميه خاطر البلاتفورم ما تكذبش. معناتها فما برشا متعاقده مع برشا شركات احصائيه دوليه تعطيك لي فيديو تعطيك ستاتيستيك نتاع الملاعب بالضبط السعر الحقيقي نتاعهم واش مونفلي، دونك باش تضمن لك القطاع بصفه كبيره برشا. النتائج نتاع تونس خارقة العادة، وقت نشوفوا التمويل واللي شيف اللي كنا نسمعوا فيها معناتها il faut essayer de faire il faut être réaliste. On est sur une autre planète, une planète qui n'a pas commencé à organiser le football comme il se doit, une planète qui n'a pas véritablement commencé à essayer de donner les moyens aux résultats qu'on souhaite obtenir. في البريمير ديال تونس وقيت يورينا اللي راهي الكوره اوكي، محبه ليكيبات ومحبه الكوره كسبور وكل ما راهو فينالمون بزنس. احنا شفنا دي شيفر تو كدوح واحنا بعاد ياسر 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 على الشيء هذا. يلزم نفهموا اللي راهو الكوره يدور عليها برشا فلوس برشا ديزانتيري ايكونوميك، يلزم دون فاسون دون اوتر الدوله والحكومه تفهم اللي راهو هذا سي تام موتور دو كروسونس، تام فيكتور دو كروسونس في البلاد، ماهيش مجرد 11 يلعبوا كونتر 11 وكاس وكثيرا. بادرة طيبة هذه البلاتفورم باش نطوروا بها الرياضة إن شاء الله، وهذه حاجة باهية حتى بين ليزاجون وبين النوادي كسوسوا في تونس ولا النوادي العربية. ونشكر الكسوسوا على البادرة هذه البلاتفورم اللي إن شاء الله تتطور. Successful. No, I am glad that it was not just speaking or giving a presentation, but I am very happy that we were able to have a chat between all different club members, between the leagues. So they also had a discussion, no, on what are the main challenges that the clubs are facing, what should be the potential changes that could be implemented. And what are the opportunities for the future and to develop a roadmap for the long-term success in the country. So we choose Tunisia because we think that it's the most important country in terms of football in Africa, in CAF Confederation. And we just believe on the whole opportunity that football represents in the region here. I
الحدث طبعا هو يتكلم عن بلايرلس، منصة تكنولوجية حديثة تساهم في توفير اللاعبين سواء انتقالاتهم أو حتى إعارتهم، طريقة سهلة جدا تختصر الوقت، تقلل من الهدر المالي، أيضا التقاء اللاعبين على مستوى عالي ومتابعين أيضا من الفيفا، والتسجيل فيها رسمي للأندية مجانا وحتى الوسطاء فيها مجانا.